السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وشكرا. يرى طارق كيال المشرف العام السابق على كرة القدم بالنادي الأهلي أن تعاقد الاتحاد مع عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السابق سليم وقانوني بنسبة 100%. وفي مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن الاتحاد يوم الخميس 16 ديسمبر عن الحصول على توقيع حمد الله في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده من جانب النصر. وعلق كيال على قانونية انتقال حمد الله إلى الاتحاد، وذلك عبر برنامج كرتنا الذي يبث عبر قناة روتانا الخليجية. وقال كيال ردا على سؤال حول ما إذا كان سيطلب من أي لاعب ورقة تثبت أنه لاعب حر: لا حاجة لطلب ورقة بذلك، لأن بيان نادي النصر كان واضحا فسخ عقد اللاعب عبد الرزاق حمد الله. وأضاف: الآن هو فسخ من عقد واحد، والقضية بعد الفسخ أمر آخر، فيما لا يريد أن يكون هناك لاعب عاطل. طالما أصبح لاعبا حرا له حق التسجيل في أي ناد آخر. وأكمل بخصوص القضية: إذا كان للنادي حق سيحصل عليه. وتابع: من وجهة نظري عملية تسجيله في نادي الاتحاد سليمة بنسبة 100%، ولا يمكن أبدا أن يدخل في قضية تضامنية لأنه ليس له علاقة، حيث وجد لاعبا حرا ووقع معه. واختتم تصريحاته قائلا: وجهة نظر الاتحاد الدولي هي ألا يكون هناك لاعب عاطل، القضية يمكن أن تستمر حتى إذا كان يلعب في فريق آخر. ولماذا فسخ النصر عقد حمد الله؟ بعد عديد المشكلات التي كانت تمر جميعها، فاجأ النصر برئاسة مسلي المعمر جمهور العالم بفسخ عقد المهاجم المغربي في نوفمبر الماضي دون الكشف عن أسباب واضحة. الأنباء تعددت حول أسباب الفسخ، فهناك من يؤكد أن سخرية من قرار النادي بإقامة تدريبات صباحية للفريق في الساعة 9 هي السبب، حيث ظهر متهكما على القرار رفقة الثنائي عبد الرحمن العبيد ووليد عبد الله. وهناك أنباء أخرى وهي الأقوى، توضح أنه قام بالتلفظ بألفاظ نابية تجاه المدير التنفيذي للنادي، مهددا إياه بعدما تشاجر مع الجهاز الفني للفريق لعدم الدفع به في المباريات.